ما انت ما تعملش الحركات دي. يلا خلص معايا خلص معانا عشان تبطل تغلط في الكلب تاني مره. تبطل تغلط في الكلب. ها يلا واحد واحد يلا واحد يلا انا هعدي هعدي دي بس واحد. والله ما بيعرفوا هم والله ما معرفوش. يلا واحد واحد مش هتنطها عادي هتتضرب. اثنين ثلاثة أربعة. والله هم اللي ما بيعرفوا والله هو. يا دكتور عم انتوا خمسة بالله. خمسة يلا خمسة. كلب أنا أتكلم على كلب أنا قاعد زي الباشا ورا باشا قاعد ما غلطش في حد تغلط فيه ليه وتقول وتروح تقول لهم إن أنا جيت علشان الكلب هرب. طب ما تقومك لو رديك وبعديها هتسكت سجدتين للكلب. يلا يلا ها طب ها اهو اهو واحد يلا ها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. يا بيه مش أنا والله ما أنا والله ما أنا مش عارف يعمل. يبقى أهو يبقى أهو خمسة. طيب مش معنى الخمسة بتوع فيه تتعب كفاية كده بقى. أنت تعبت قول. يلا يلا واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة. تعالى بقى انت تعالى بقى استنى بقى استنى بقى صلي للكلب. صلي للكلب صلي للكلب يلا يا ابو الطشطان يلا صلي في ناس بره. صلي للكلب قول والله اكبر. لا يا بيه مش هينفع والله عليك هتشيل ذنب ولا هشيل ذنب. انا هشيل ذنبك. لا اضرب تعظيم سلام ونعمل له اضرب تعظيم سلام. هو عليك تعظيم سلام سلام للكلب. بوبي قول بوبي قول بوبي خلاص يا دكتور معتز بقى. حط بقى حط لي ثانيه بقى الخطوه الثانيه. حطوا لي في الفيشه يلا حط لي في الفيشه. هات المشترك هنبتدي الكهرباء. انا بطمن عليك ولا عليك انت تقلقش عن ما مش عليا خالص. انت اهنت كلبي ودي ثالث مره والثالثه ثابته معايا بيه وانا يلا اتفضل وصلت معايا. عايزين الكهرباء يلا كهرباء يلا. لا مرق معايا دكتور عمرو. مع مين مع مين؟ بابي ما بابي برضه ما بيهرجش مع حد. ما بيهرجش مع حد. ما بيهرجش مع حد. عشان تتريق عليه هو جاي في العربيه عشان ياخدني بجلاله قدره. انت جبار انت جبار انت جبار. حد يسخنك. انت سخن من غير حاجه. انت سخن من غير حاجه. انت سخن من غير حاجه. ايوه ايوه جاي منك عشان انا سمعت انك اتكلمت عليا فجيت جري. ممكن اتكلم عليا ليه؟ انا بتكلم عليك. انا بتكلم عليك. انا بجيب اعراضك. ممكن حضرتك الكلب ده عرضي. عمرو اتفضل. فكره كويسه من عمرو اتفضل. ايه يا عمرو؟ لا مش ينفع معانا. لا مش ينفع معانا اكتر. عايز تكهربني كهربني موتني وخلاص يا معلم. كهربت لو كده بجد. انا مش هقصر هعمل كفايه ان انا اكتر من كده. طب بتتكلم على الكلب ليه بتاعي؟ انا اهنتك. انت اللي اهنت كلبي ليه طيب؟ ما خدتش بالي انا حضرتك. ده انا فرحت لما لقيته رايح يصيف. ده هو الله اكبر عليهم. امال مين كان عايز يسربه؟ مين كان عايز يسربه؟ انت عايز تسرب كلبي؟ انت عايز تسرب كلبي ليه؟ وهتسربه فين في القلق؟ يعيش وسط الاوساخ. يا ليه ما كنتش هوديه القلق؟ ما كنت هوديه فين؟ انت قلت السخنه. انت قلت القلق. ده انا كنت هوديه السخنه وبعدين مش هسربه يعني. الكذاب بنقطع لسانه. انا كنت رايح قلت ايه للدكتور معتز؟ قلت له هسربه فين؟ بدل ما يروح يسربه في الساحل يسربه فين؟ في القلق. وهي وحشه يا دكتور عمرو دلوقتي. هتصرف فيها كلبي ابن البهوات ابن البشوات يعيش مع الاوساخ والكلب دول. يا ليه كنا نعمل له حاجه نظيفه بيه واحنا كنا بنرميه كده؟ حاجه نظيفه ايه؟ حاجه نظيفه يا ابن الكلب. يا ابني احنا كنا بنبنوا فيلا وكنا هنظبطه.